صباح الخير ست، شلون صحتك؟ الله يسلمك. تحياتي لحضرتك والكادر قناة الرشيد الفضائية وللأساتذة المصورين، ما شاء الله الأجواء روعة. أكيد منورنا اليوم يا عمر. وبالبداية راح يكون حوار الصباح وياك، وراح نتحدث بكل شيء عن الأغاني وعن بدايات مشواراتك وكل هذه الأمور. بالبداية أريد نتعرف، وحدثنا عن قصة بداية مشوار عمر الغنائي وبأي عام بلشت. والله هو مثل ما حضرتك تفضلتي، هو بعدني بداية في المشوار. نعم. أول شيء كنت أغني بجلسات عائلية ويا أصدقائي ويا يعني جلسات شبابية ويا حبيبتي أتغزل بيها. حلو. في يوم من الأيام دا أدندن، فأحد أصدقائي هو خريج معهد فنون موسيقية، أوجه له تحية رأس كامل. نعم. قال لي عمر صوتك عندك نبرة صوت كلش حلوة، جرب. قلت له أنا مو يعني شوية مو مع الاحتراف، يعني دائما أغاني تكون بجلسات أو كذا. فطلعت ضيف شرف بحفلة في هولندا في ليلة رأس السنة، كان الأستاذ صلاح حسن. نعم. فهاي الحفلة هي كانت البوابة أو الانطلاقة اللي بديت من عندها. هذه بأي سنة كانت؟ هذه قبل يعني 2017. يعني هذه جديدة مو قديمة. نعم. باعتبارا. نعم. طيب تشوف أنه موهبتك فقط بالغناء أم تشمل مثلا من الألحان من التأليف؟ والله ست، هو يعني أكو أكثر من موهبة. نعم. بس أكتب، يعني أنا أكتب مقالات، نسبة أنه أنا خريج سادس أدبي. نعم. فأكتب مقالات، أكتب خواطر، أكتب أشعار. إلك؟ أكتب أنا. نعم. تمام، حلو. بس الغناء هو الأساس، يعني الأساسي أنه أنت تكون، يعني إذا أريد نعرف أنه موهبتك نقدر نقول أنه هي الغناء. الغناء. طيب. نعم. أكو هناك أحد اكتشف موهبة عمر اللي كان بداية مشواره شجعه أنه يكمل ويستمر بمشوار الغنائي، منه هو؟ والله أساتذة كبار لهم فضل علي، يعني هم مقيمين في هولندا. نعم. الأستاذ حسام الشامي هو ملحن وكاتب، بالإضافة للأستاذ هلال متي. نعم. هم اللي حاولوا يوظبون هاي الإمكانية اللي عندي ويشتغلون عليها، وطلعنا أعمال الحمد لله وشكر، يعني لاقت الحضور وقبول من الناس. أول أغنية لعمر شاهين، بداية الأغنية اللي تعتبر إحنا نقولها بداية الشهرة، أريد نعرف من كلمات منو، ألحان منو؟ والله أول أغنية اسمها وافترقنا، كلمات وألحان الأستاذ الراقي حسام الشامي، توزيع أستاذ هلال متي. نفذنا العمل، نفذتها في ألمانيا باستوديو الأخ والصديق مهندس الصوت جعفر. اشتغلنا العمل وهي كانت البداية، يعني اللي وراها بديت أدخل عمل ثاني وإن شاء الله أكو عمل ثالث. شنو سبب شهرة الأغنية هذه اللي صارت بالعراق؟ والله هي يعني الكلام اللي يطلع من القلب بدون اي رتوش، بدون اي مثل ما يقولون واحد ما يحضر له فيوصل للناس. نعم. احنا مشروعنا من البدايه كان ويا استاذ حسام انه نشتغل السهل الممتنع، يعني اريد الرجع ذكريات الاغنيه التسعينيه للعمالقه الاساتذه اللي كانوا في وقتها، اسماعيل فروتشي. نعم. عادل عقله، رائد جورج، هيثم يوسف. اكيد احنا كاظم. تحياتنا تحياتنا لكل الاساتذه. نعم. اللي ذكرناهم. طيب فهذا كان المشروع، هذه بالبدايه. هاي البدايه. انا اريد اسمع من عندك فد مقطع صغير لهذه الاغنيه، جاهز انت؟ تمام. ولا يلا نبلش؟ تفضل لك المايك. وافترقنا وانتهت قصة عشيقنا وابتدت الأحزان حتى دمعي ما بقى بعيوني من القهر خلصان، قاضي عمري بس قهر حتى مليت السهر، قاضي عمري بس قهر حتى مليت السهر، وهذا قلبي الانكسر من عذابك من عذابك. وافترقنا وانتهت قصة عشيقنا وابتدت الأحزان. ها
ان شاء الله ماكو احزان ولا اكو فراق. لمن افترقت يا عمر؟ هذه قصه طويله ما مو للجمهور. طيب تمام يا عمر، بما انه احنا سمعنا مقطع، انا اريد اعرف من اللي يسمع اليوم عمر، الاجيال الشباب، الاجيال الكبار اللي هم الصغار، من تشوف من الاجيال اللي يسمع ويردد باغاني عمر؟ والله ست انا قلت لك يعني احنا مشروعنا نعم نريد نخلي هذا الجيل الشاب ياخذ فكره عن الاغاني التسعينيه نعم اللي في وقتها للعمالقه الاساتذه اللي ذكرناهم. فاني يعني الاغاني هي موجهه للشباب، جيل الشباب اكيد. بالشباب برايك؟ الهدف نريد نحيي الجيل التسعيني. نرجع نقول واحياء الاغنيه العراقيه من جديد؟ لا هي اكو امكانيات جدا راقيه بالعراق، نعم. اكو فنانين حققوا نجاحات على مستوى عربي وداخل العراق. فاحنا مجرد نكمل المشوار بس حتى نختلف اتجهنا الموضوع انه الاغنيه التسعينيه حلو. اللي هي الهدف والاساس. طيب عمر اليوم اكو نواجه صعوبات، الفنان العراقي قاعد يواجه صعوبات في العراق، شنو هي الصعوبات اللي انتم تواجهوها وكل فنان عراقي اليوم يواجهها؟ والله انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي كفنان مغترب، يعني هي دائما التمويل والانتاج هذا يشكل فد حاجز، يعني اكو صعوبه جدا بالتواصل ويا شركات الانتاج، شركات الانتاج تبحث عن نجوم، تبحث عن اسماء، صعوبه جدا تلقي شركه تدعم امكانيه شابه، فنان عنده لحن، مطرب عنده صوت ممكن يؤديه، شاعر كتب قصيده، كثير من العمالقه اللي الفنانين يقولون احنا ندعم الشباب او احنا راح نوقف بظهر الشباب، بس للاسف بس كلام؟ بس كلام، بس يعني كلام، ماكو فعل. يعني تحياتي واحترامي لهم تقريبا، اكو كثير اشياء تصير خلف الكواليس احنا ما نعرف بيها، بس انا يعني حاولت اتحرك بكل المجالات حتى اوصل الدعم لكن للاسف. طيب انت اليوم مغترب يا عمر في المانيا، اكو تشوف صعوبات بالانتاج لما تريد انت اليوم تصدر اغنيه جديده لك خصوصا بالانتاج، تشوف انه هذا مكلف مره؟ والله ست الانتاج جدا مكلف، خصوصا احنا يعني عايشين الجاي على قد اللي رايح، التزامات ماديه، فهذا انا هسه واحد من الناس نعم اقعد فتره طويله اشتغل واجتهد واتعب وكذا، يلا تقدر تسوي الاغنيه اقدر انتج او الانتاج فقط بغير بغض النظر انه ماكو دعم او كذا، لا كل دعم ماكو حتى بالعراق مو شرط بالمانيا، مو بالعراق اكو هوايه كفاءات، هوايه شباب، هوايه مطربين، هوايه فنانين، فلذلك يكون اكو صعوبه جدا ان نوصل لفد فد قناه تدعمنا او فد شركه انتاج، فلذلك انا يعني معتمد على نفسي يعني تمويل ذاتي فقط. طيب اليوم عمر اكيد لابد عنده فنان يتاثر به، احنا نريد نعرف اللي بجيلك منو من الفنانين اللي انت تحب تسمع لهم او تغني لهم او مثل. والله ست هو يعني احنا اني ربيت على الحان القيصر كاظم الساهر، نعم. الاستاذ كاظم نوجه له تحيه، نعم. هيثم يوسف، بعدين اتجهنا لماجد المهندس، حسام رسام، عندنا جدا جدا اصوات وعندنا خامات جدا راقيه، والدليل انه تشوفين انت بمرور السنوات الاغنيه العراقيه اللي تحقق انتشار بالفعل كلش قوي يعني على مستوى احنا ترند 1 تقريبا بالعراق، صار دائماً من الاغاني اللي يسمعوها بالدول الاوروبيه، نعم. والعربيه كلها، نعم دائما يعني الاغنيه العراقيه ومكانتها ويطلع فنان يقدم عمل ثاني ارقى من عنده وهكذا، نعم. فيعني الحمد لله كهواي، بس القيصر هو الاساس اكيد، نعم هو استاذنا ومدرستنا كلنا. زين شنو رايك نسمع شيء تراثي من عندك؟ نسمع شيء تراثي يلا. طبعا هي اغنية الفنان الراحل سعد البياتي، نعم، يا نبعة الريحان. يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان، يا نبعة ريحان حني على الولهان، حني على الولهان، جسمي نحال والروح ذابت وعاب ميبان، ذابت وعاب ميبان، وما عندي كل الذنوب إلا هوى المحبوب، إلا هوى المحبوب،
ويانا بعدت الريحان حني على الولهان حني على الولهان. صح لسانك. شكرا. طيب انا اريد اعرف اليوم شنو امنيات عمر بالمستوى الفني؟ والله احنا قبل المستوى الفني نتمنى بالدرجه الاساس، لان يعني ماكو فن وماكو سياسه وماكو ثقافه تتطور بدون الاوطان، فاحنا نتمنى الامن والامان لبلدنا، نتمنى الابتسامه تكون على وجوه شعبنا. طبعا اكيد ان شاء الله دائما تكون. الامنيه الفنيه يعني من جد وجد، وانا دا احاول اشتغل، يعني لا تدرك الغايات بالتمني، فانا دا اشتغل على نفسي وعندي اكثر من مشروع. طيب عمر، برايك اليوم الفنان العراقي اذا يريد يوصل للمستوى للناس اللي هم يردوه، شنو متطلبات الشخص نفسه المطرب احنا نقدر نقول او الفنان انه يقدر يوصل بسرعه لقلب المشاهدين؟ والله ست، هو لازم الفنان يبدي من بدايه مشواره يحاول يشتغل على نفسه فنيا، يحاول يطور نفسه فنيا، يحاول يتعلم له اله، يعزف على اله في حاله انه هو في بدايه مشواره، يحاول يثقف نفسه، يحاول اختيار الاغنيه للمفردات تكون ترضي الذوق العام، يغني باحساسه، يغني بصدق، فاكيد راح يوصل للناس، لان احنا شعبنا ذائقته جدا عاليه ودائما اتجاههم للاغاني الشبابيه الحركيه، فاكيد اذا يريد يوصل للناس لازم احساسه والمصداقيه. الفن في زمننا هذا وكثره القنوات الترويجيه وكثره الفنانين تحتاج انه واحد شوي يختلف حتى يقدر يوصل للناس. حديد أم الفنان والترويج هذا ممكن اللي يوصل لقلب كل المواطنين، لكن طبعاً احنا نريد نعرف منه اكو اغنيه مثلا او انت كنت تعجبك انك انت تغنيها، سواء كانت اغنيه قديمه او جديده من الاغاني. والله هي قبل يمكن سنتين او ثلاث سنوات كان برنامج ذا فويس، الفتره اللي كانت بيها الاخوان ستار سعد وكرار صلاح والشباب، انا قدمت على برنامج ذا فويس عبرت المرحله الاولى، لكن للاسف ما حالفك الحال، لا ما وصلت للتلفزيون. بس اهم شيء انه انت شاركت. احنا لا شاركت، هي المشكله الفيديو اللي دزيته ما وصل. تمام. يعني اول فيديو قالوا لي تم القبول، فيديو ثاني فصارت اكو شويه التزامات عندي تاخرت عليهم، فكنت اتمنى اكون متواجد ويا القيصر واغني الاغنيه اللي غناها الاخ كرار صلاح. نعم. عفوا ستار سعد، وجه له تحيه. اللي هي شنو الاغنيه اللي هي الكذاب يا الغشاش؟ طيب شنو رايك نسمعها؟ يلا نسمع. يا الكذاب يا الغشاش يا الخداع يا الخاين، انا شفتك تغازلها قلبي واضح وباين. يا الكذاب يا الغشاش يا الخداع يا الخاين، انا شفتك تغازلها كل شي واضح وباين. انت كم قلب عندك كل يوم وتجي، طبعا هاي يعني كل يوم وتجي مغرم، كم مخدوعة في حبك تسهر ليلها تحلم. يا رومانسي يا حساس يا رومانسي. يعني انت قلت هاي آن يعني انت خداع؟ لا مو لعبه بنات الناس، لا ابدا ابدا، جدا صريح جدا واقعي. شكرا لك. لا بس انت قلت يعني ما لي دخل، حتى لا يقولون المشاهدين تبلد علي، انت قلت هاي آن يعني اكو يعني انت معناته الخداع. لا لا مو خداع، انا جدا صادق وجدا صريح، وصراحتي خلتني افقد كثير من الناس، بمرور الوقت اكتشفت انه خسارتهم كان ربح لي. تشوف اذا اكو فد شعور راودك، سواء كان الحزن الفرح، ممكن يوم من الايام نسمع لك اغنيه صارت وياك او قصه صارت ويا عمر شاهين؟ اكيد، لان انا اكتب. انت تكتب؟ بس طبعا اكو شعراء على مستوى عالي، فاني اكتب رتوش واتوجه الشاعر يضيف لي، فاكيد انا دائما اغني الاغنيه اللي انا احس بيها، اللي انا تمثلني. طيب بعد ما نسمع من عندك الأغنية اللي إن شاء الله راح تكون جديدة إلك، منو ممكن من الملحنين اللي أنت اليوم تعجب أنك تتعامل وياه، يعجبك أنه تتعامل وياه؟ والله هو أنا يعني لحد الآن التعامل اللي تعاملت ويا الأستاذ حسام الشامي حقق نجاحات جدا راقية. نعم. عندنا ملحنين جدا شباب، إمكانيات جدا عالية،
عندنا همام حسن. نعم. همام اف ام وجه له تحياتي. عندنا الاستاذ علي صابر اتمنى اتعامل وياه. يعني اكثر من اسم موجود بالمجال. اخر اغنيه كانت واحدث اغنيه لعمر شاهين باسم شنو هي؟ مشى عني ونساني، غنيتها وانتجناها ويا قناه ميوزك الحنين وصورناها في تركيا. الحمد لله هي الاغنيه اللي كانت البوابه. انا اليوم راح اتعبك وراح ارجع اقول لك، خلينا نسمع من عندها مقطع. يلا بعيوني. مشى عني ونساني وراح وما اجاني وخلى قلبي مهموم، بيجت عيني بغيابه وقلبي قفل البابه وحالف ما يحب يوم. مشى عني ونساني وراح وما اجاني وخلى قلبي مهموم، بيجت عيني بغيابه وقلبي قفل البابه حالف ما يحب يوم. كل شي وقف بعيني اختلف وقلبي حيل مجروح، المن اروح واشكي اليه عذبتني هالروح. مشى عني ونساني وراح وما اجاني وخلى قلبي مهموم. أنا ما أريد أسكون هسه أنا دوري اللي قلبت علي صح لسانك، لكن أنا دا أحسك أنه كل اختيارات الأغاني اللي أنت سواء كانت أغنيتك أو سواء كانت أغاني لبعض من الفنانين كلها عبارة عن فراق. طيب شنو السبب؟ هو إحنا العراقيين دائما عندنا حزن، الحزن 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 والشوق هدنا نرد يمتل بلدنا. هاي إحنا كمغتربين دائما نغنيها، القلب من داخله صاح. نعم. من هو اللي بينا مرتاح؟ فدائما الأغنية العراقية اللي تكون بيها نبرة حزن هي اللي تحقق نجاح واسع، لأن لازم عندنا واحد مفارق، لازم عندنا واحد مختلف، لازم عندنا واحد فاقد عزيز على قلبه. أكيد. فدائما الأغنية الحزينة هي اللي تحقق نجاح. إن شاء الله يا ربي ماكو أي حزن على بلادنا وعلى كل أمة محمد. لكن أريد أعرف مشاريعك المستقبلية شنو هي؟ والله المشاريع يعني اكو اكثر من عمل. نعم. دا احاول اجهز له ويا الاساتذه، استاذ سامر سالم من قناه ميوزك الحنين ايضا. نعم. اوجه له تحياتي، ويا همام اف ام الاخ والصديق. يعني اكو اكثر من عمل، احنا دا نتباحث اني واستاذي الاستاذ الراقي هندرين حكمت الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقيه حتى نختار عمل لائق بالناس ويرضي الذوق العام. فان شاء الله اكو اكثر من عمل، تفاصيلها راح تلقوها حصريا عند الاستاذ حيدر النعيمي. اكيد احنا ننتظر هذه التفاصيل وننتظر البوم الجديد والاغنيه ايضا، وبالتوفيق لك يا ربي. احنا نتمنى لك كل الموفقيه. كلمه اخيره من عندك يا عمر عبر قناه الرشيد. سجى منوره الدنيا، فدوه لقلبك. جدا اشكرك على هذا الحوار الراقي المحترم. ما شاء الله اجواء بغداد قطرات المطر الداعب الشوارع. هذه احنا اليوم اجواء شتاء دائما، اذا تكون تزورنا هنا راح تشوف هذه دائما الاجواء جدا احنا حلوه. مميزه جدا مميزه. اكيد بوجودك يا عمر اليوم منورنا وشكرا لك مره ثانيه. نعم. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا اكيد مكملين مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، لكن خلينا ناخذكم بهذا التقرير عن حفل توزيع جوائز للازياء البريطانيه. خلينا نتابع ولنعود وياكم.